صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 17 لسنه 2024 بتعيين مدير في هيئه تنظيم سوق العمل وذلك بناء على عرض وزير العمل رئيس مجلس اداره هيئه تنظيم سوق العمل جاء فيه انه يعين السيد سعود عبد الله عبد الرحمن يتيم مديرا لمركز الحمايه والتظلمات في هيئه تنظيم سوق العمل.